الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي استقر على السفر لفرنسا يوم 13 يوليو المقبل على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد اللي هيبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم. محمد هاني لاعب النادي الأهلي جدد عقده مع النادي لمدة 3 سنين وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، وعبر عن سعادته باستكمال مشواره مع الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي. النادي الأهلي وجه شكر للفرنسي أنطونيو موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو، وأكد النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه واللي ساهمت بشكل كبير في إحراز 3 بطولات. نادي الزمالك أعلن رسميا تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنين بداية من الموسم الجاي، وكان مسؤول الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده. ياسر حنفي المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث حصل على جائزة أفضل مدرب في منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم واللي أقيمت في الأسكندرية. منتخب انجلترا تأهل لربع نهائي أمم أوروبا 2024 بعد انتصاره على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات دور ثمن النهائي بطولة يورو 2024. جود بلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب إنجلترا ومنتخب سلوفاكيا. منتخب إسبانيا حقق فوز كبير على حساب نظيره جورجيا بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024، وبالنتيجة دي تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية ليضرب موعدا مع ألمانيا صاحب الأرض والجمهور في نهائي مبكر بينهما في المباراة اللي هتقام في 7 من مساء الجمعة الجاية في أول مباريات دور ربع نهائي يورو 2024. منتخب فنزويلا حقق الفوز على جامايكا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم بختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2024، ونجح منتخب فنزويلا في تحقيق العلامة الكاملة وصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ليتأهل رفقة الأكوادور صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط للدور الثاني. نادي يوفنتوس أعلن التعاقد مع البرازيلي دوغلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا بعقد لمدة 5 سنين حتى صيف 2029. نادي أولمبيك ليون الفرنسي أعلن رسميا تفعيل بند شراء الجناح الجزائري سعيد بن رحمة بشكل دائم، ووقع سعيد على عقد مع ليون لمدة 3 مواسم مقبلين حتى صيف 2027. نادي برشلونة الإسباني أعلن رحيل ثلاثي الفريق جاوا وفيليكس وماركوس ألونسو وجاوا كانسيلو، ودعا الفريق الإسباني وتم توجيه الشكر ليهم على الفترة الماضية. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.